مؤسساتي عظيم جدا، بالإضافة إلى ما يلحق ذلك من علوم السنة، بل حتى مجالات الدنيا يعني من الطب والهندسة، فيها جهد حقيقة استغربته وأكبرته وأعجبت به جدا. أسأل الله لهم التوفيق والسداد وأن ينفع بهم وأن يعينهم أيضا على أداء الرسالة. الذي يظهر لي أن نقص الجامعة أنها لا زالت تعيش على التبرعات، وهذا تحدثت مع الشيخ حذيفة في هذا، ينبغي أن يكون لها أوقاف، ينبغي أن يكون لها دخل كبير جدا ليغطي هذه المصاريف. يعني مصاريف الإعاشة فقط تقريبا 1,000,000 روبية في اليوم، هذا مصروف كبير جدا يحتاج إلى دخل كبير جدا، ولعلهم يسعون بهذا، والتجار إن شاء الله والأغنياء العالم يساهمون في هذا.